امبارح وانت تعلق على المباراه كان واضح جدا تاثرك بكل ثانيه وبكل لحظه في هذه المواجهه، كيف عشت هذه المواجهه؟ قول لي لحظاتك في هذه المواجهه كانت ازاي؟ ازاي الكلمات ديت كمان طلعت منك بكل هذا الصدق يعني؟ نعم يا اخي، انا معلق اولا، عربي، انتمي لامه عربيه مسلمه، انا جزائري ومصري، ولما يتعلق الامر بالعروبه والاسلام هكذا نحن الجزائريين وكذلك المصريين. فأنا كمعلق لمنتخب مصري لا يمثل فقط 100 مليون مصري، وإنما يمثل الأمة العربية وحتى الإسلامية، فبذاتي وبمشاعري وبجوارحي عشت تلك المباراة الصعبة أمام منتخب قادم من أمريكا اللاتينية. هو الآخر كان قويا وكان أيضا متعطشا، لكنه وجد منتخب مصر على إسعاد كل العرب وكل المسلمين وخاصة المصريين. تفاعلت مع كل لقطة من لقطات المباراة بالأجزاء من المئة، تحركات اللاعبين، انفعالاتهم، خروج الكرة، دخولها، التغييرات، الأنصار إلى غير ذلك. فأنا في نهاية المطاف أنا إنسان وكتلة من المشاعر، لذلك أتفاعل وأحزن وأفرح لفرح أبناء بلدي في مصر الحبيبة. عشتها على جوارحي، اعتقدت منذ البداية بأنها مباراة صعبة أمام منتخب، قلت بأن المنتخب المصري الذي ربما كان الضغط عليه، لماذا؟ لأنه تصدر المجموعة بجدارة واستحقاق، فاز أمام منتخب إسبانيا، فيما منتخب باراغواي ربما تأهل ثانيا عن مجموعته، وما زاد هؤلاء اللاعبين نوعا ما الضغط ولكنهم كانوا جدعان. فأنا والله والله وكأن منتخبي الوطني الجزائري هو الذي كان يلعب، إنها مصر مثل ما نقول بمصر، فهذا أقل شيء يمكن أن أقدمه كمعلق عربي جزائري أصيل لإخوتي ولشعب يتابعني، وأنا أدرك بأنهم كانوا يتابعوننا عبر قنواتنا، قنوات التلفزيون الجزائري، فهذا واجب، والله واجب، لا أقول لا أكثر ولا أقل، لا أقول لم أسعد بي، سعدت وفرحت وشعرت بالافتخار لما بادلني الشعب المصري ذلك الشعور، ولكن يبقى واجبي تجاه أمة عظيمة وحضارة وتاريخ وإلى غير ذلك من الأمور الجميلة عن أمة الدنيا مصر الحبيبة. أكيد وصلك الكثير من التعليقات من الجماهير المصرية من الأمس حتى اليوم يشكروك فيها على كلماتك الرائعة، إيه أبرز هذه التعليقات؟ إيه التعليق اللي أنت وقفت عنده جدا من الجماهير المصرية؟ والله يا كابتن كريم، يعني لا أقول، ربما آلاف الرسائل، التعليقات والعديد من الصفحات الكبيرة هناك والمعروفة وحتى المليونية خصتني بمنشورات وبتعليقات ربما لا أذكر إحداها، ولكن تلك المنشورات التي تذكرنا بالنخوة العربية، بالأخوة وبالإسلام وبالدم وبالتاريخ المشترك وبالعروبة والتلاحم، مصر والجزائر